حقيقة ايه يا فتحي؟ هو انت من امتى حد يعرف لك حقيقة؟ أنا من ساعة ما حبيتك يا كرمة عمري ما بصيت لوحدة غيرك، وإذا كان على موضوع سلمى فدي كانت صفحة في حياتي وقفلتها. لا، أنا دفنتها وما كانش في أي لازمة إن أنا أتكلم فيها. أظن يعني الإنسان اللي أنت عرفتيه ما كانش دون جوان، كل هم إنه يوقع أي ست تبصله. بالعكس أنا كنت كاره الدنيا، كنت كارهها قوي، وعارف إن أنا هعيش وأموت ومش هعرف أحب لغاية أول نظرة بصيتها في عينيكي مسحت كل حاجة وحبيتك يا كرمة، حبيتك بجد. كنت عارفة ومتأكدة إن أنت هتلاقي لنفسك مليون سبب عذر تبرر بيه اللي أنت عملته ده، عشان تبان قدام نفسك وقدام الناس إن أنت راجل جدع شهم، راجل ما بيعرفش يكذب ولا يأذي وريخون. بس اللي بيقوله فتحي ده هو اللي حصل، وفتحي بيحبك بجد يا كرمة، وده اللي أنا شفته بعناية وسمعته بوداني، وده اللي خلاني أعمل كده. طب حاسبكوا مع بعض، ربنا يهديكوا بالإذن. أنا دوري الكلام في دماغك اللي انت سمعتي مني ومن تربو، وصدقيني هتلاقي عندنا حق، لان فعلا سلمى دي كانت صفحة في الماضي وراحت لحالها. وانا نفسي اتصدمت بموضوع ابني ده يمكن اكتر منك، لان انا متأكد ان الموضوع ده ما حصلش، تلاقيها لعبة سخيفة من لعب سلمى عشان عايزة حد يقف جنبها مش أكتر. بس أنت مش متأكد يا فتحي، لو كنت متأكد ما كنتش هتاخد الموضوع على أعصابك بالشكل ده. يعني إيه؟ يعني اللي أنا بقوله إنه الموضوع مش أنا أصدقك أو أسامحك، الموضوع أكبر من كده بكتير. ده في طفل دلوقتي، ولو انت شاكك واحد في مليون ده ابنك لازم تتأكد. اوعى تصلح الغلط بغلط اكبر منه، مش عشان اي حد، عشان الولد ده ما يضيعش، وعشان ما تعيش انت طول عمرك الشك يموتك. انت اللي بتقولي كده يا كرمة؟ الموضوع بقى أكبر مني ومنك وأكبر مني بينا كمان. ده أنا ما صدقتها توفو عشان الدقايق اللي احنا داخلين عليها، يوم يطلع لي موضوع كده من تحت الأرض لا كان على البال ولا عنيه. صدقني يا فتحي، انت لا هتعرف تفوق ولا تركز غير لما تعرف حقيقة الموضوع ده. سيبك من اي حاجة دلوقتي يا فتحي، روح عند سلمى اقعد معاها افهم منها كل حاجة. اصل انت طول ما انت بالك مشغول لا هتعرف توصل لسماء الارض. يلا بقى روح، انا هفضل هنا مستنيك، حاسه انك ترجع عشان تطمني. يلا عندك الاهم دلوقتي ما تضيعش وقت. يلا